باسم الآب ابن الروح القدس إله الواحد آمين. أخوتي الأحبة، قراءة آية يومية من رسالة بولس الرسول إلى أهل الرومية 6 عدد 3-4. الكتاب المقدس يعلمنا: أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. آمين. مبارك اسمك يا رب. التأمل يجي مع آية اليوم: المعمودية أكثر بكثير من التعرض للبلل أو الشطب شيئا من على لائحة طاعتنا. ما يخلصنا هو الموت، هو موت يسوع ودفنه وقيامته. طبعا هذا موجود في كورنثس الأولى 15. الله أعطانا النعمة المدهشة التي تمكننا من المشاركة في عمل يسوع المخلص بالإيمان واختبار ذلك في المعمودية في غلاطية 3:26. نحن نموت عن حياتنا القديمة وندفنها في أرمان، هي لم تعد توقفنا. هذا الموت هو موت الأهم على الإطلاق. حياتنا الآن انضمت للمسيح ومستقبله أصبح لنا. آمين. مبارك اسمك يا رب. التي الحياة التي نعيشها الآن هي أن نمجد الله ونعيش معه إلى الأبد. هذا يعني أن الإنجيل ليس فقط شيئا يعظ به، إنه شيء نختبره نعمة، نختبره بالنعمة. آمين. مبارك اسمك يا رب. الصلاة التي تجي مع آياتهم: أشكرك يا أبي على إقامتك لي من الموت لحياتك الجديدة لي في يسوع. أشكرك على نعمتك في إرسال يسوع. أشكرك على نعمتك في جعلك موت يسوع ودفنه وقيامته شيئا اختبرته في حياتي. فلتعكس حياتي نعمتك القوية المعطاة باسم يسوع ربي ومخلصي. أصلي. آمين. مبارك اسمك يا رب. أخوتي الأحبة، نشوفكم إن شاء الله فيديو ثانية من أصبحون على خير. وربي يبارككم.